فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كان حاجبها يختلف شكله بسبب حدوث جرح في إحدى الحاجبين، تقول فأصبح شكلهما يختلف عن بعض، سؤالها: هل يجوز لها أن تشقر الحاجبين لكي يتساوى هذا الشكل؟ تعالج إذا كان بالإمكان العلاج والتجميل عند الطبيب، تعالج تتجمل عند الطبيب حتى يذهب ما فيها. وأما إذا كان ما في علاج وكان صبغه بالسواد يزيل التشويه لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.